أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر لكافة مساعي الصومال في مختلف المحافل الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي. وخلال استقباله للقائم بأعمال وزير خارجية الصومال علي عمر، لفت شكري إلى دعم مصر لكافة الجهود الرامية لتعزيز السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي باعتبارها تمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري. كما استعرض شكري التداعيات الخطيرة للعمليات العسكرية في البحر الأحمر والتي تعد نتاجا لأزمة قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، هو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا اتصالا بمخاطر توسيع رقعة الصراع في الإقليم. من جانبه أعرب المسؤول الصومالي عن تقدير بلاده لموقف مصر الداعم لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.